رازح الشامخة جبالها بشموخ أبنائها الرافضين لوجود الميليشيات الكهنوتية فيها، تستعيد اليوم عافيتها بعد أن عاث الحوثي فيها فسادا وتدمير. يقف أبناؤها صفا واحدا إلى جانب القوات الحكومية في لفظ الإماميين الجدد الساعين لإعادة عجلة التاريخ إلى ماضي التخلف والرجعية. وحدات خاصة من أبطال اللواء السادس حرس حدود نفذت عملية هجومية على مواقع ميليشيا الحوثية الإجرامية في مناطق غمار ومعتق العتم قبالة جبل الحجلة بمديرية رازح غربي محافظة صعدة. مدفعية اللواء السادس بدأت العملية بشنها قصفا مدفعيا مكثف على مواقع ميليشيا الحوثي في منطقة سوار، حققت إصابات بالغة في صفوف الميليشيا ودمرت تحصيناتها، ليلقى العديد من العناصر الحوثية مصرعهم فيما فر البقية باتجاه الشعب والوديان. الحمد لله تم السيطرة على هذه المواقع من قبل الجيش الوطني من أبطال اللواء السادس حرس حدود بجبهة رازح، والآن تم السيطرة على عدد من التباب هنا، وهذه هنا باقي جثث للحوثي المرتدين هنا، والحمد لله وهؤلاء أبطال اللواء السادس حفظهم الله يقومون الآن لتحرير ما تبقى من مديرية رازح. أبطال القوات الحكومية كانوا قد نفذوا عملية هجومية ومباغتة على مواقع ميليشيا الحوثية الإجرامية في منطقة سوار الواقعة على الأطراف الغربية لجبل الحجلة، كبدوها أكثر من 100 قتيل وعشرات الجرحى في غضون الأيام القليلة الفائتة، والتي شهدت تصاعدا في سير العمليات العسكرية بمحور رازح. القوات الحكومية تستمر في رازح بعملياتها العسكرية والتي تهدف للسيطرة على جبل الحجلة الاستراتيجي للالتحام بأفراد القوات الحكومية المرابطين في المشنق في الملاحيض لإكمال طوق صعدة ولتضييق الخناق على ميليشيا الحوثية الإجرامية. ميليشيات الحوثي تواصل زرع مناطق سيطرتها في مديرية رازح بمئات الألغام وتفخيخ مساكن المواطنين. في المقابل تمكنت وحدة الهندسة التابعة للواء السادس حرس حدود من نزع ما يزيد عن 700 لغم أرضي وعبوة ناسفة من المناطق المحررة حديثا قبالة جبل الحجلة الاستراتيجية.